وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أتوجه في مفتتح مداخلتي بهدية إلى أبطالنا وإلى ساداتنا وإلى من يشرفوننا. أحب أن أهدي هدية لرجال المقاومة، هدية لمن رفعوا رؤوسنا في واقع الذلة الذي نتخبط فيه. وهذه الهدية هي حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى كثير من أهل العلم أنه يتحدث عنه وأنه يشرفه. إنه الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وصححه الإمام الألباني في سلسلته الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يتكاذبون عليه تكاثم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. وعسقلان كما نعلم جميعا هي على الحدود بين غزة الإباء وبين العدو الصهيوني. فهنيئا لكم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لكم بهذه الأفضلية. لا أفضل من هذا الوسام، وسام يعلق لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أثني بتجديد الترحم على شيخ المجاهدين وعلى إمام المقاومين الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، وجعل روحه في عليين، جعلها مشرفة مشرفة لهذه الأمة، وجعل كل ما نرى من هذه البطولات في ميزان حسناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وانقه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اسمحوا لي السادة العلماء، السادة الوزراء، السادة يعني إخوة والأخوات من كل يعني المجالات، أن أنتقل من رجال المقاومة في ميدان التدافع بالقتال إلى رجال المقاومة في مجال التدافع السلمي الحضاري. تحية إكبار إجلال لرجالات ولرجال ونساء الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي، وأخص بالذكر رجال ونساء حركة التوحيد والإصلاح. في الحقيقة حركة التوحيد والإصلاح تستلزم منا مسلمين ومغاربة كل الشكر والتقدير لما قدمته في هذا المجال الذي هو أشرف المجالات، بدليل قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الإمام الحسن البصري عند تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، أجاب الله تعالى إلى ما دعا إليه ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. فهنيئا لهم بهذا الاصطفاء، وهنيئا لهم بهذا المقام. وإذا كان مقام الدعوة إلى الله وما يؤديه من رسالة
الإصلاح وإقامة الدين ترغيباً وترشيداً وتسديداً. إذا كان هذا المقام هو بالمنزلة التي سمعنا من كتاب الله تعالى، فإن إخواني وأخواتي في حركة التوحيد والإصلاح لهم بصمات تميزهم، ولهم إضافات برعوا فيها وحرصوا فيها قصب السبق. يتمثل ذلك في أربعة عناصر. أولها أنهم أشاعوا ونشروا سلوك الدعوة إلى الله وتحبيب الدين والترغيب فيه من خلال العمل من داخل المؤسسات ومن خلال المجتمع بكل مجالاته. لهم قصد الصدق في ذلك، وهم مدرسة ينبغي أن تحتذى في بلادنا ولم لا في باقي البلاد الإسلامية. العنصر الثاني والارتباط بالأول أنهم أتقنوا وبرعوا في مجال العمل المؤسسي المنظم، وحققوا في ذلك إنجازات تستحق كل الشكر وكل التنويه. ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، ونحن نعلم أن الجهاد شقان، جهاد القتال وجهاد البيان، وكلاهما شريفان. بل من أهل العلم من قدم جهاد البيان على جهاد القتال لاعتبارات ليس هذا مجال التذكير بها، لكنه في هذا المجال أتقنوا أيما أتقان. اسمحوا لي أن أستحضر في هذا المقام كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد فيها ضرورة بلوغ خطاب الدعوة والإصلاح أعلى المستويات التي يمكن بلوغها، وأن هذا واجب أوجبه الله. يقول في كلمة معناها: ولا ريب أن الكلام في المخاطبات كالكلام في المحاربات، وأنه يجب على المسلم أن يتحرى في كليهما ما هو لله أطوع وما هو للعبد أنفع. وضرب المثال بالتطوير الذي طوره المجاهدون الأولون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما التقوا بحضارات وواجهوا صعوبات فكانوا يأخذون بخير وأفضل ما وصلت إليه البشرية في مجال الجهاد بالقتال. أيضا في مجال المخاطبات وفي مجال الخطاب الدعوي الإصلاحي السلمي في كل المناحي السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، يجب على المسلمين أن يتحروا ما هو لله أطوع ولعباده أنفع، وما يجعل خطابهم يرتقي إلى المستويات وينافس باقي أنواع الخطاب التي تعرض في المجتمعات، إن كانت خطابات دينية أو خطابات غير دينية، إن كانت على حق أو كانت على غير ذلك. فالواجب تطوير هذا الخطاب، وهذا أيضا ما قدم فيه إخواننا وأخواتنا في الحركة أروع الدروس وأجلها. لا يسعني إلا أن أجدد لهم جزيل الشكر وغفور التقدير، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يجزل ثوابهم وأن يرفع قدرهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يغفر بها خطاياهم. اسمحوا لي أن أختم برسالة كنت وجهتها لمعالي رئيس الوزراء السيد عبد الإله بن كيران، رسالة مفتوحة تتعلق بطلبي كمواطن مغربي وكفاعل مدني أن يسعى جزاه الله خيرا في جملة مساعيه الحميدة بارك الله فيه إلى أن ييسر مصادر وإجراءات إدارية وإطار قانوني من أجل أن يهف هذا الشعب المغربي الأبي لدعم إخوانه المكلومين، وليقدم لهم ما يعبر عنه في كل المناسبات من التضامن الكامل. نريد أن ننفق من أموالنا، نريد أن نبذل كل ما نملك.